السلام عليكم. عندنا هاي المسألة، هاي المسألة مش كثير صعبة، بس هاي المسألة بحكي لي a trailer truck enters a 2% uphill grade. يعني أنا في عندي زي ما تقول جبل، أو يعني زي هيك جبل السلوب له 2%. هسا شو حكي لي؟ حكي لي المسافة الأفقية له 300 والسلوب 2%، السلوب 2%، بالتالي كم الارتفاع بده يكون؟ بكل بساطة الارتفاع ما أنا بعرف زي تان الزاوية، تان الزاوية تساوي مقابل على المجاورة، وبدناش تان الزاوية زي الساين والكوساين، أو بمعنى السلوب كل ما أمشي 1 متر أفقي بيطلع بوينت أو تو عمودي. ترى إذا أنا أمشي 300 متر كم بدي أطلع لفوق؟ هيك معنى السلوب، اللي هو 300.02، فبيطلع معي 6 متر، فإن الجسم راح يطلع لفوق 6 متر. تمام، هاي هي فكرة السؤال، انه انا الاتش اللي طلعها لما اجي اطبق قانون الشغل، فالاتش هي ايش؟ الاتش هي الستة متر. بس شو بده بالسؤال؟ السؤال بيقول لك عندك تو ترا اتريلر تراك انترز ابل جريد ترافل 72 كيلو متر اند ريتش 180 300 متر، يعني معطيك السرعة الابتدائية، معطيك السرعة النهائية، معطيك المسافة الافقية بينهم. ذا كاب هاز أماس 1800 كيلوغرام أنت تريلر 5400. هاي الكاب وهاي التريلر، تمام؟ اعطيني اياها. بقول لك اوجد الافرج فورس بينهم، اوجد الافرج فورس بينهم. طيب اول شيء بحول السرعات، بوجد الفيرتيكال رايز، بوجد المسافه اللي مشاها. بس التراكشن فورس، التراكشن اللي هي الفورس اللي بينهم اللي هي مربوطين، او الافرج فورس ات ذا ويلز اللي هي زي ما نقول فورس احتكاك. التراكشن هي فورس احتكاك، هاي بتاخذوها ان شاء الله بس تكبروا بماده المعدات، التراكشن فورس والرامبل والسوالف هاي. فانا القوه العجلات كلها وقوه الاحتكاك هي للوزنين مع بعض، فكم الوزنين مع بعض؟ 7200. الوزن شو بيساوي؟ ام في جي، صح ولا لا؟ بتقول لي صح. الورك اند تريد انرجي برنسبل تي 1 معي اللي هي نص ام في تربيع، وتي 2 برضه معي. طب شو اليو 1 2؟ بقول لك اليو 1 2 بكل بساطه انت عندك الوزن اللي نازل لتحت، وعندك التراكشن الفورس اللي ماشي زي هيك. فهاي اف تراكشن وهاي الوزن، الوزن نازل نزول، الوزن نازل نزول زي هيك، فبالتالي ام جي في اتش، صح ولا لا؟ اتش اللي هي الفيرتيكال رايز اللي هي 6 متر، هاي ام في جي في اتش، وعندي قوة تتراكشن، او ممكن بعد التحليل انها صفت تراكشن فورس لانهم زي هيك تراكشن فورس، مسافتهم كم؟ 300 متر. فبالتالي شو عمل؟ اف في المسافة الافقية ودبليو في الارتفاع العمودي، لانه انا عندي محورين بيتحركوا بنفس الوقت، بتحرك محور مايل، فهو زي ما حلل القوة وحلل الحركة لمحورين، هي الافضل، هي الافضل. وبس طبق القانون مباشرة. أيوة. أم معي، في 1 معي، في 2 معي، دي اللي هي 300 والاتش اللي هي 6 متر. طيب الفرع الثاني، طب الكابلينج فورس. الكابلينج فورس اللي هي يعني اللي هي كذا بقول لكم القوة اللي ربطيتهم مع بعض. فأنا باخذ وزن التريلر، وزن التريلر، تمام؟ وزن التريلر اللي هي 5400، بحكي أم في جي، تمام؟ ورك اند انرجي برنسبل نفس السلافه بنفس الطريقه، بس شو بعمل؟ انا قاعد بزي اللي بشتغل على التريلر، هذا التريلر في قوه تنشن سماها اف كابلنج، هو في عليها وزنها بنفس الطريقه، الوزن ساين، فشو بنفس الطريقه اعمل؟ اعمل الوزن ضرب 6 والاف كابلنج ضرب الدي، والتي 1 واليو 1 2 معك اللي هي السرعه الابتدائيه والسرعه النهائيه، والوزن هون ام في جي، ام في جي اللي هو تمام. وبس هاي اف كابلنج طلع السؤال، مسألة بسيطة. هي المسألة يعني بتختلف انه ميلان، لا الفكرة انه مستقيم ومايل، الحركتين مع بعض، حركتين حلل الحركة.